نتاج ورشة عمل بعنوان وصل، هو عملية مزج بين الختم السوري القديم واللوحة التشكيلية. إنه في حال الواحد كان عم يشتغل ويرسم لوحة التشكيلية وحب يستعمل الختم بهي اللحظة، وين ممكن يوظفه؟ هي عملية فنية بصرية. الختم دفعني أكثر تجاه موضوع اللون، كونه هو بأصول الختم هو فيه كتير ألوان بالسجاد. شاركت بورشة وصل اللي هي بتتضمن إعادة إحياء الأختام الحموية القديمة اللي عمرها من فوق 400 سنة، وكيف نحن فينا نحط هذا الختم باللوحة التشكيلية المعاصرة والحديثة. فأنا استخدمت الأختام بهي الطريقة، شاركت بعدة أعمال. أنا اشتغلت على موضوع تكرار الختم والخامة والألوان، شو ممكن حط خامات وألوان ضمن هاي اللوحة. طبعاً الأختام هي أختام قديمة جداً، مختلفة بين أشكال هندسية أشكال نباتية. هاي التجربة اللي هي كثير جديدة بالنسبة إلي وبلشغلي كوني خريجة جديدة، هو فكرة الطباعة والأختام القديمة، بعيداً عن أنه هي أختام وإلها علاقة فينا كمكان ورمزيتها، هي كتشكيلياً هي ختم واضح بده ينحط بلوحة. كل حدا فينا كان عم يشتغل بآلية تفكير كتير مختلفة عن الثاني، بحيث انه هو يوصل للقيمة التشكيلية اللي بتناسب شغله، يلي هي يكون عم يكون في تسلسل بتفكيره. كتير حلو الشغل الجماعي.